في وحيك وحقك، تحب عبادك الطيبين البررة، وأنت خير معين للقلوب المنكسرة وخير مجير للنفوس المنقهرة. أرسلت لنا بلطفك نبي الرحمة لتتم به النعمة وتهتدي بهديه الأمة صلى الله عليه وسلم. ما أشرق شمس وقمر، وما تفتح ورد وزهر، وما جرى فلج ونهر، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأبرار وأصحابه الصادقين الأخيار. اللهم نسألك بحبك أوليائك، وبتقريبك أصفيائك، وبصنعك أرضك وسمائك، أن تنزل على عبدك الطيب قابوس زلفاك ورحمائك. اللهم إن عبدك الطيب قابوس بن سعيد في ذمتك، فاجعله يا رباه في طيوب رحمتك وفي سكوب نعمتك، واعف عنه عن كل خطأ ونسيان، ونقه من الذنوب والأوزار بالغفران، وجازه إحسانا بإحسان. اللهم أعتقه من النيران، واحشره مع المتقين والشهداء والصالحين. اللهم كما أسعد أهل عمان في حكمه وقيادته، ربنا فأسعده في ختمه ونهايته، ورعه بحفظك كما كلأنا برعايته. ربنا فأكرم سلطاننا هيثم بعزك وجلالك، وأنعم عليه من خيرك ونوالك، ولا تحرمه طيب وصالك ولا نيل جمالك. اللهم وفقه في مسيرته، وجمل بالتوفيق والسداد كل سيرته، وارزقه الحكمة وفصل الخطاب، وسدده في الأمر والنهي على هدى وصواب، واجعله للبلاد منارا ولشعبه عزة وفخارا، وأيده بالرجال الأوفياء والوزراء الجنباء وبالمستشارين الصادقين الأمناء، واحمه بالجنود الأقوياء والقادة الباسلين الخلصاء. اللهم ربنا أنزل عليه توفيقك، واجعله يستهدي طريقك. ربنا انصره على كل من عاداه، وارفع رايته وأعل مقامه وهيبته، فأنت خير معين وأنت أحكم الحاكمين. ربنا لا تدع أمامه مشكلة إلا حلها، ولا معضلة إلا فلها، ولا مصيبة إلا ردها، ولا حربا إلا هدها. ربنا احفظه بحفظك ورعايتك، واجعله في عين عنايتك، وأبقه في طريق هدايتك، يا كريم يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. آمين يا رب العالمين. صل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.